هل ممكن باش مهندس تكون هاي عمولة فائدة؟ شو بعرفني أنا هاي إيش كانت؟ أنت كموظف كبنك أنت بدك تقول لي أنت ليش مقيدها علي؟ بعدين هم يعني ممكن يكونوا 45,000 دينار اللي صار فيهم هيك، ممكن يكونوا 5,000 دينار. مساء الخير، مرحبا جميعا، عم بطل عليكم كتير هاي الفترة لأنه البنك صراحة عم بيطلع لي كل مرة بفونت جديد. ما بعرف شو السبب، هل هو عم بيكون مع جاسر ولا مع العملاء كلهم، لكن ما اتوقع انه المفروض يكون في من هذه المشاكل او المستيكس او الفولتس اللي عم بتصير بالسيستمز مع البنك. بالعاده كنت انا على التشانل بنزل لي فيديو كل اسبوع، لكن من لما بلشت اتعامل مع البنك في المشاكل الجديده اللي عم بتصير هاي صرت كل يوم عم بطلع بفيديو، وشكلي راح يصير كل دقيقه اطلع بفيديو، او خلينا نشغله لايف احسن. امبارح حكينا مع البنك، كنا كثير مبسوطين، اخذنا البطاقه اول امبارح، فتحناها، عملنا تفعيل للبطاقة، حكى لك بدك ترجع تحكي معنا عشان تفعل، أو بعد تفعل البطاقة تعرف شو الحركات المالية اللي صارت على البطاقة. أوكي فاين. اليوم الصبح رنينا على البنك، مرحبا يعطيك العافية، معك جاسر، دخلت عن طريق البطاقة على التلفون، بدي أسأل كم سؤال. تفضل. أول شيء البطاقة مكتوب عليها مميز، شو يعني مميز؟ اوكي عميلنا العزيز سيد جاسر مميز لانه في عندنا اكثر من نوع حساب، بيتصنف نوع حساب العميل بناء على الدخل وبناء على الفريكونسي على الحساب وبناء على الرصيد الموجود في الحساب، فانت اخذت الاكونت اللي نوعه كذا المميز. اوكي شو مميزات هذا الحساب؟ مميزاته انك معفي من عمولات تجديد البطاقه، من عمولات استخراج اصدار البطاقه، انك انت معفي من عمولات الشراء كانه على البطاقه، وفي شوي مميزات تانية موجودين. اوكي فاين، شكرا كثير، هذا اشي منيح. الشغلة التانية اللي بدي اسأل عنها اللي هي الكريدت كارد تبعي، كنت سألكم اصلا قد ايه المفروض اذا في عليها دفعات، لانه انا المفروض مسدد كل الدفعات الموجودة عليها. اوكي هلا راح شيك لك. ايش الاسئلة التانية؟ السؤال اللي كنا سألينه للشاب انه قيد عكس المشتريات، في كان في راجع على الاكونت تبعي 45 دينار ما كنت بعرف اشوف، فليش هدول مرجعينهم على الاكونت؟ والسؤال الاخير اللي هو تفعيل الابلكيشن تبع البنك اللي اصلا التغى تفعيله من قبل. اوكي الكريدت تبعك انت مسدد كل الاشياء الموجوده على الكريدت تبعك. اوكي في عليه قيد 10 دنانير. اوكي شو هذا القيد اللي بتحكي لي هو 10 دنانير؟ لانه لا شريت ولا شريت ولا شيء اصلا على الكريدت، ولي فتره اصلا من حد ما طلعت من الاردن مش مستخدمها، واصلا سددت كل اللي عليها علشان انا اخلص من الاشي الموجود على الكريدت لما كنت بشتري عليها وانا في الاردن. عميلنا العزيز هاي عمولة تأخير سداد من الفيزا للكريدت. وات؟ كيف يعني عمولة تأخير سداد من الفيزا على الكريدت؟ انا ما عندي هذا الاوبشن اصلا افيلبل. ليه ما عندك هذا الاوبشن افيلبل؟ لانه انا عمليه التسديد بتصير عندي اوتوماتيكلي من حساب التوفير للحساب الجاري، ومن حساب التوفير للكريدت كارد تبعي، فانا اصلا ما بدخل بحول من كريدت او من الحساب العادي للكريدت علشان انا اسدد. المفروض انه من عندكم بناء على التعليمات الثابته اللي انا محددها مع البنك انه كل اول شهر عمليه تسديد 100% للاقساط الموجوده على البطاقه، فاذا كان في اي تاخير في عمليه السداد فهي عمليه تاخير من البنك، فانت كيف كبنك انت بصير عندك تاخير في السداد بالسيستم بتيجي تحملني اياه انا كعميل، واصلا انت اساسا اوتوماتيكلي خصمت المبلغ تبع الكريدت واجاني فيه ايميل، وانت اساسا اوتوماتيكلي نزلت عموله التاخير برضو علي علشان انت السيستم عندك عمل ايرور او السيستم عندك تاخر. فبعينك الله لو سمحت للمره المليون ارجع قدمي الاعتراض، هلا المره هاي مش على رفع سيره سعر الفائده، لكن على العمولة اللي انت قاعد تاخذها مني على غلط انت عامله وانت متصرف فيه مع نفسك. بس تفهمك شغلة، انتوا عشان بس تعرفوا السيستم كيف بصير، المرات الماضية كيف كنتوا انتوا اصلا عم تاخدوا الدفعات سواء للقرض او الدفعات للكريدت كارد، كان اوتوماتيكلي باش مهندس. طيب ايش معنى المرة هاي تأخرتوا؟ يعني شكله السيستم اتأخر. طب ليه حملتوا لي انا هذا الايرور؟ هون سكتت. اوكي راح اقدم لك فيها اعتراض. اوكي قدم فيها اعتراض. الشغله الثانيه، متاكد انه ما ضل عندك ولا اي شيء على الكريدت؟ انا ما علي نازل ولا شيء. باش مهندس بس بدي اشيك لك مره ثانيه، تفضل شيك، لانه انا المفروض اني انا دفعت كل المبالغ الموجوده على الكريدت اللي انا شاري فيها اصلا انا مسددها. شيكت وهون طلعت لي انه كل شيء مسدد 100%، لكن في عندك حركه بقيمه 8 دنانير فاصل 66 قرش. 8 دنانير و66 قرش، يعني عشان انا اعرف بس برضه كمان اذا بدنا نعرف اذا انا شريت في الاردن فاكيد ما شريت على الكريدت ولا اي شيء ب 8 دنانير و66 قرش، هذا معروف بالاردن ما فيش شيء سعره هيك يعني.
يا اما 8 دنانير، يا 8 دنانير ونص، يا اما 9 دنانير، 8 دنانير و75 قرش، لكن 8 دنانير و66 قرش واشتريه على البطاقه فهذا مش اشي فالد. ولو انا جيت هون على الجوجل وحكينا له تحويل من دينار اردني لريال، او بدي اشوف اذا انا مثلا في قطر اشتريت بالريال بما يعادل 8 دنانير و66 قرش، فانا لو حطيت 8 و66 قرش فراح يطلع 44 ريال فاصلة 44، فما في برضو اشي في قطر سعره 44.44 وانا اشتريته على الكريدت. ويوجوالي اصلا في قطر انا بشتري على الكريدت تبع البنك القطري. سو شيكي لو سمحت ال 8 دنانير فاصلة 66 هدول على ايش موجودين على البطاقة، بعد ما تغيب طبعا ابصر كم من الموظفة، وبعد ما انت كمهندس يضيع وقتك. باي ذا واي عشان بس نكون عارفين يعني حسب نسبة وتناسب، انا كمية التلفونات اللي انا حكيها مع البنك، كمية الوقت اللي انا بضيعه على الفيديوز اللي انا عشان اشتكي من موضوع البنك، هم الكوست تبعهم اذا انا اشتغلتهم، اذا انا ما ضيعتهم سواء بالشغل او سواء بالكورسز اللي انا بعطيهم او سواء بالاونلاين كورسز اللي بعطيهم، فهم اصلا اضعاف مضاعفه عن الارقام اللي انا قاعد براجع فيها البنك. يعني اذا انا حكيت عن 45 دينار بلس 10 دنانير بلس 8 دنانير، يمكن هدول كلهم الكوست تبع نص ساعه زمن كورسز او ساعه زمن شغل او كونسلتنج ربع ساعه. فانت فعليا كبنك انت قاعد بتضيع وقتي، قاعد بتضيع جهدي، قاعد بتضيع فلوسي، وقاعد بتخليني انا مش مرتاح بالتعامل، وصرت انا قلقان هل انا اضل في هالبلد اللي انا موجود فيها ولا انزل عندكم عشان اشوف شو الهبل اللي قاعد بيصير معكم. هل انا اسكر اصلا الاكونت اللي انا فاتحه عندك علشان انت مش قادر الموظف تبعك يوصل لنتيجة صحيحة، السيستم تبعك مش قادر يكون بيتعامل صح 100%. كل هذه المشاكل اللي قاعدة بتصير، احنا قاعدين نحكي عن مبالغ صغيرة، وانا اذا بعمل هذا الفيديو يمكن اليوم عم بعمله على مبلغ صغير. انت كحد عميل في بنك بدك تدير بالك، هذه المقالب قاعدة بتصير كتير، لسه انا ما حكيت عن الاشي الكبير. فحكينا انه 8 دنانير و66 قرش هم مش عارفين ليش هدول اصلا مقيدين على الحساب. هل ممكن باش مهندس تكون هاي عمولة فائدة؟ شو بعرفني انا هاي ايش كانت؟ انت كموظف كبنك انت بدك تقول لي انت ليش مقيدها علي؟ تسألني انا هل ممكن تكون؟ تحكي لي هل ممكن تشتري 8 دنانير و66 قرش؟ طب هل انت بتعرف انه في اشي في الكوكب سعره 8 دنانير و66 قرش انا اشتريه على كريدت كارد اصلا؟ لو شريته اونلاين اصلا وانا مش موجود في البلد ما راح اشتريها من عندك، وانت اصلا مبين في الهيستوري اللي عندك انه ما في انا عامل ولا حركة اصلا على الكريدت. فانت عم تسألني هل انت اشتريت فيهم؟ هل هي عمولة فائدة؟ هل هي نسبة تأخير؟ طب ما انت ماخذ 10 دنانير اصلا عمولة تأخير على اشي انت اخرته. فبليز ننتبه على الاشياء اللي قاعد بسويها البنك، سواء كانت كونشسلي ولا انكونشسلي، بوعي ولا بدون وعي، سواء كانت بقصد ولا بدون قصد، فانت عم تغلطها. باي ذا واي، اذا انت في عندك اي عمولات تاخير ولا اي عمولات على فوائد ولا اي نسب على وات ايفر كانت الشغله، من هلا من غير ما ترجعي لي قدمي لي فيها اعتراض للاداره وخليهم يوافقوا عليها، لانه انا ما بقبل بكل هذا اللي قاعد بصير. طلعنا بكم فيديوز اللي قبل الكل شافهم، حكينا عن نسبة الفائدة، حكينا عن القرض، وحكينا عن مليون ألف شغلة. اليوم هلا طلعتوا لي بنسب التأخير اللي أنتم مأخرينها، وطلعتوا لي بمبلغ يمكن أنت شاري فيه أنا أصلا مش شاري فيه، ومبالغ مش مبررة يعني 10 دنانير وفراطة، 8 دنانير و66 قرش، فهذا إشي غير مقبول. وبعد ما أنا حكيت إنه أي فائدة أنت عندك على تأخير أو أي نسبة تأخير تقنيها فلوس فقدمي عليها اعتراض، فانت بتحكي لي يس لانه انت عندك نسبه سداد 100% واحنا مش المفروض انه احنا نتاخر، فراح اقدم لك في اعتراض. اوكي متى ببين معك الاعتراض شو نتيجته؟ اوكي خلال يومين، انا راح استناك خلال يومين. البنك بدك تقضيها انا وياك، احكي معك وتحكي معي، تضيع وقتي واكيد ما عم بضيع وقت موظفينك لانه هذا شغلهم، فارجوك ارجوك خليني ارجع لشغلي، خليني اعرف اشتغل. اوكي مر باش مهندس عشان الموضوع عكس قيمة المشتريات، تفضلي 45 دينار هدول راجعين لحسابك لانهم كانوا مسحوبين من الفيزا من الصراف الالي ب 11/2/2019. هاي ايش لو سمحت بدي تشوفي لي اياها ليش؟ اوكي هي على اي حساب راجع؟ هي راجعة على حساب التوفير بالاجابة كانت. اوكي باش مهندس هذا المبلغ انخصم بعدين التاجر ما طالب فيه بعدين احنا رجعناه على الحساب تبعك. هاي اول اجابة عشان نشوف، خلينا نشوف التخبط في الاجابات. اي تاجر انا ما شريت شيء ب 45 دينار ب 11/2. اوكي انت ممكن تكون شاريها قبل راجع على حسابك ب 11/2. انا ما اشتريت على الكريدت تبعت البنك اللي موجود في الاردن من التاريخ 5 أو 6 شهور، فمش منطق انها تكون راجعه اليوم، فلازم انك تراجع تشوف لي شو السبب لانه اكيد مش هذا السبب. اوكي هلا بشيك وبرجع لك، هلا بشيك وبرجع لك. كان لهي غايه هاي اللحظه يمكن انا حاكي مع البنك اللي 15 دقيقه على الخط لغايه ما اوصل لهون. بعد ما
غبنا لنا مليون دقيقة، بعرفش كم، غابت فترة مرتبة. انت بتحكي انترناشونال، انت في وقت دوامك. اوكي رجعت، الحمد لله، اهلا وسهلا، اشتقنا لك. مرحبا، عكس قيمة المشتريات باش مهندس. هذه شغلة كانت كثير قديمة، كانت سحب نقدي من صراف آلي. من صراف آلي بأي تاريخ؟ والله كانت بتاريخ 26/6/2018، وكانت سحب من صراف آلي خارج الأردن. هلا أنا بتفهم إنه أنا عميل عندكم في البنك، وبتفهم إنه أنا حاطط الرقم القطري، فأنت عارف كبنك إنه أنا خارج الأردن، وبتفهم إنه أنا ما بنزل على الأردن كثير. أوكي كل هذا الحكي أنا متفهمه ومستوعبه وقلبي معك بهذا الموضوع، لكن اللي ما بتفهمه إنك أنت أكون عندك في الأردن ب 26/6/2018، وإنك تيجي تحكي لي إنه أنت البطاقة هاي استخدمت من صراف خارج الأردن. طبعا حكيت للموظفة هيك، دخلت في الحيط. هذا السبب الثاني اللي طلع مش موجود كمان. نشوف التخبط لوين. أوكي باشمهندس، بشيك وبرجع لك. نشيك ونرجع. أوكي سوري باشمهندس، هاي من عمان، من الأردن مسحوبة، هاي التاريخ 26/6. عجقتي سماي، دخلتيني في الحيط. هلا شيكي لي ايش ال 45 دينار لو سمحتي، هدول علشان احنا نعرف من وين راحوا وليش رجعوا على الحساب. هلا هم مش مبلغ، يعني 45 دينار مش مبلغ، لكن عملية انه انسحبوا من صراف آلي ما بنعرف وين، بعدين هم لا من تاجر ما بنعرف وين، بعدين هم يعني ممكن يكونوا 45000 دينار اللي صار فيهم هيك، ممكن يكونوا 5000 دينار، ممكن يكونوا 2000 دينار، ممكن يكونوا 45 دينار. فانت كبنك لازم تكون عارف الفلوس كيف بتدخل وكيف تطلع من الاكونت تبعك. مش انا مامن على البنك وعندي مصداقيه شهريه بالتعامل مع البنك، انا مصاري مش عارف شو قاعد بصير فيهم. اوكي فاين، باش مهندس ثاني شيء لك، طبعا بعد ما غابت فتره ورجعت. هدول اربع حركات، كل حركه ب 45 دينار صاروا بنفس اليوم من الصراف الآلي. اوكي فاين، مين العاقل اللي بيسحب 45 دينار بنفس اليوم ورا بعض؟ طب بعدي ديفينتلي 90، 45 ب 4 عفوا، فانت عم تحكي عن 180 دينار، بسحب 180 دينار وبروح. ليش بدي اسحب 45 دينار من الصراف الآلي من نفس البنك في نفس اليوم؟ لا بليز، الموضوع مش منطقي. انا اوكي ما راح اتذكر قديش سحبت ب 26/6/2018، يعني قبل عم نحكي لنا عن 9 شهور. باش مهندس هلا بشيك لك وبرجع لك. طيب فاين، انترناشونال كولز عندي خلصوا. اوكي بنرجع بنحكي معك باش مهندس، استنى 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 لما رجع تحكوا معي. اوكي باش مهندس انا شيكت لك، هدول اربع حركات كل حركه ب 45 دينار. يا فلان لو سمحتي انا ما بسحب 45 دينار، يعني بدي اسحب بسحب 50، اذا بدي اكثر بسحب 100، بسحب 75، ما في حد بسحب 45، يعني مش منطق. بس ليتس سي اني سحبت 45، خلينا نشوف شو سبب السحب او من وين انسحبوا اتليست، او ليش رجعت واحده من الاربعه، ليش ما رجعوا الاربعه؟ فانت مش عارف شو فلوسك عم بصير فيهم. شيكنا على الموضوع، عندك حركتين من البنك الكويتي الاردني من صراف آلي. اوكي فاين، ليتس سي انه هذيك كانت فتره العيد وانا عم بعيد الناس او القرايب او الهاد، فليتس سي انه انا سحبت 45، هذول مع بعض كانوا بنفس اليوم، حطينا ال 45. طيب ال 45 الثالثه، ال 45 الثالثه، عفوا، ال 45 الاولى والثانيه كانوا ب 18/6، فحكينا انها فتره عيد وليتس سي اني سحبناهم عشان يطلعوا لي فرايط ونعيد الاولاد الصغار قرايبك. الثالثه كانت ب 26/6/2018 اللي هي اللي رجعت على حسابك. طيب هاي من اي صراف كانت عندك؟ سوري باش مهندس انا مش مبين عندي معلومات، ما بقدر اعرف لك لانه هي مبين عندي بس رمز للصراف، انا عشان هيك حكيت لك انها من برا الاردن. انت ليش بتحاول تفسر المعلومه اذا انت مش متاكده شو هي المعلومه؟ اوكي ما عرفت شو هي، انا بدي اعرف ليه رجعت او من وين اجت. راح ارسل لك فيها الاداره او عشان نعرف لك هذه ليش رجعت ومن وين اجت، وان شاء الله برجع لك. كم ممكن ياخذ وقت معك؟ اوكي ليتس سي يومين، بستناكم يومين ترجعوا تحكوا معي. بكره الخميس، ليتس سي ما راح تحكوا معي لا خميس ولا جمعه ولا سبت، ليتس سي انه الاحد، فخلينا نحكي انه يوم الاحد راح نرجع نحكي في الموضوع. اوكي الحركه الرابعه، ما بعرف باش مهندس شو مبين عندي. طيب كيف طلعوا عندك انهم اربع حركات ب 45 دينار؟ لو سمحت شيكي لي عليهم. غابت، يلا هلا برجع لك، استنى استنى. رجعت طلعت ب 11/6/2018 سحب من صراف البنك الكويتي الوطني 45 دينار. هلا انا ما بتذكر اذا سحبتهم ولا لا، بس انا بدي احكي انه انا سحبتهم والبنك ما عليه اي خطأ في الموضوع، لكن اللي انا بدي اعرفه هدول ال 45 الاخيره ليه رجعوا؟ ومن وين انسحبوا؟ وليه مش مبينين على الاكونت تبعي الحركه تبعهم؟ لانه ممكن يكون مبلغ اكبر المره الجايه، ممكن يكون مبلغ اصغر، ممكن يكون بلوك على الحساب، ممكن يكون سرقه من الحساب، ما حدا بيعرف هذا الموضوع. والاهم من هيك، ليه الاربع حركات ما رجعوا؟ ما دام كلهم نفس الفتره، وكان كلهم ما دام كلهم سحب صراف آلي، وما دام كلهم 45 دينار كلهم نفس الرقم، ليه واحده منهم اللي رجعت؟ واذا انا ما هي ال 45 دينار خذوها، انا ما بدي اياها، ديفينتلي ما بدي اياها، انا بس بدي الشيء اللي الي. واخر موضوع انحكى فيه، تواصل لك مع فرعك الرئيسي او فرع البنك اللي انت فاتح فيه الاكونت عشان نعترض
على التأخير في السداد وعلى ال10 دنانير وفراطة وعلى ال8 دنانير وفراطة، وعلشان نشوف لك موضوع ال45 دينار ليش رجعت ومن وين كانت مسحوبة أصلا. هلا اللي أنا بدي أوصله من هذا الفيديو إنه أنت كعميل لما تشوف كشف الحساب اللي بيوصل لك فعليا، لما تشوف 45 دينار ولا تشوف 50 دينار ولا تشوف 100 دينار وانت اصلا يعني مش فاضي انك انت تراجع ورا هاي الارقام الصغيره، هذا شيء كثير غلط. وهذا الشيء اللي انا كنت بعمله، انا كنت يعني خلص اجاني كشف الحساب، كنت يلا اوكي كشف الحساب انسحبوا يعني ديفينتلي خلال الشهر، انا ما تبعت لرقم رقم، انا سحبت 10 دنانير وسحبت 5 دنانير وسحبت 200 دينار وسحبت 5000 دينار، ديفينتلي ما راح كنت اتبع الارقام الصغيره. لكن اللي اكتشفته ان انا لما تبعت للمشاكل اللي عم بتصير في مع البنك، او المشاكل او الغلط اللي قاعده بتصير بالسحب والايداع والعمولات والنسب والفوائد والى اخره، عم بلاحظ انه البنك عم بيغلط معي كتير، او عم بلاحظ انه الموظف مش فاهم وين الله حاطه، او عم بلاحظ انه مش عارف يجاوب، او مش عارف ليش انسحبوا المصاري. انت كبنك لازم تكون عارف كل شلن بيدخل او كل قرش بيدخل او بيطلع من الحساب للعميل اللي هو مأمن فلوسه عندك، لاني انا لما احط فلوسي عندك انا فعليا انا مأمن فلوسي عندك وانا حاططهم ومطمن. لكن اليوم انا بطلت مطمن، وانت كعميل موجود في اي بنك انت مش المفروض تكون مطمن للاشياء اللي قاعده بتصير، لازم تتبع الاكونت تبعك سواء ان او اوت، عم بدخل للحساب او بيطلع من الحساب، لحتى تعرف الفلوس تبعك وين عم بتروح وكيف عم ترجع على الحساب تبعك، لانه البنك ما بيتامن له ولا باي شكل من الاشكال. واليوم هيهم فتحوا لنا موضوع جديد، وان شاء الله يتسكر المواضيع اللي قاعدين نحكي فيها مع البنك، وانا هلا فعليا راح اسكر القروض وراح اسحب اصلا المصاري تبعتي من الحساب الموجود في البنك، يا بشوف لي بنك ثاني في الاردن، يا بشوف لي بنك هون في البلد اللي انا موجود فيها، احسن لي من كل التعامل مع البنك اللي انا اصلا موجود فيه. خلينا نشوف شو بده يصير في موضوع الفائده، وصار بدنا نشوف شو بده يصير في موضوع تسكير القرض، لاني لما حكيت معهم على القرض بدي اسدد القرض مبكرا، اوكي بدنا ندفعك على التسديد المبكر نسبه. خلينا اشوف العقد، اشوف شو الاشياء اللي انا كاين مخبصها اذا كان هذا الحكي موجود في العقد. انت بدك تدفعني عشان تسدد مبكر، اوكي فاين، خلصني من البلاوي الزرقاء اللي انت قاعد تعملها. وانا بنصح كل واحد يتبع على الاكاونت تبعه شو قاعد بصير فيه، سبيشالي اذا كان في بنك وكان هذا البنك موجود في الاردن. ويعطيكم العافيه.